السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم معانا في قناتنا المنوره بيكم. سالتوني في الكومنتات عن الصيام المتقطع، علشان كده جاي اكلمكم عنه النهارده. هو اسمه الصيام المتقطع او الصيام العكسي، يعني عكس الصيام الرمضاني اللي احنا متعودين عليه وبنصومه في رمضان. اتكلم عنه علماء زي دكتور مايكل موسلي ودكتور جوسون فينج. قالوا ايه عن الصيام؟ قالوا ان هو فترات تطهير وتنقية للجهاز الهضمي. طبعا اللي بيمارس نظام الصيام المتقطع بيحس براحة في الجهاز الهضمي غير عادية، في القولون والمعدة والجهاز الهضمي كله بوجه عام. طبعا مفيش غازات، مفيش تقلصات. نظامه ايه الصيام المتقطع؟ هنذكر منه 6 أنواع، لكن أنا هقول لكم نوعين في بداية الفيديو وهكمل بقية الـ4 أنواع في نهاية الفيديو. أول نظام، نظام التلت والتلتين. يعني إيه التلت والتلتين؟ يعني بنصوم تلتين اليوم، اللي هو كام؟ 16 ساعة صيام. طيب والتلت يعني كام؟ يعني برافو، 8 ساعات صيام. ايه اللي بناكله في التلت وايه اللي احنا نقدر ان احنا نتناوله في التلتين وايه اللي ما نقدرش ناكله في التلتين، اللي هو 16 ساعة صيام. طبعا هتقولوا 16 ساعة كتير جدا جدا. لا، هو مش كتير ولا حاجة، لان الفترة دي بيتخللها فترة النوم. فترة النوم اللي بتتراوح من 7 لـ9 ساعات، يعني في المتوسط 8 ساعات. من 16 ساعة بيتبقى عندنا 8 ساعات كمان. الـ8 ساعات دول بنقدر نتناول فيهم المية بكمية كبيرة جدا، والمشروبات العشبية اللي مفيش فيها أي سعرات ولا سكريات. مشروبات عشبية زي ايه؟ عندكم الشاي والشاي الاخضر والقهوة والكركديه والينسون والشمر والكمون والبابونج والكامومايل. طيب الـ8 ساعات اللي احنا بناكل فيهم او بنتناول فيهم الطعام بيكون نظامهم ايه؟ طبعا في خلال الـ8 ساعات بناكل الوجبة الغذائية المحسوبة السعرات في نظام غذائي متوازن ومعتدل. لو قلنا ان الـ8 ساعات هنقسمها لـ3 وجبات رئيسية، لو مثلا ابتدينا صيام الساعة 12، يبقى اول وجبة هتكون الساعة 12، تاني وجبة هتكون الساعة 4، الوجبة الاخيرة هتكون الساعة 8. ده مثال طبعا، وتقدروا تغيروا المواعيد براحتكم زي ما انتم عايزين. طيب هناكل ايه في الفطار؟ لو اعتبرنا مثلا وجبة الفطار هتكون عبارة عن مثلا ربع رغيف سن او بلدي، او نستبدله باتنين توست دايت او توستاية واحدة بس دايت، على حسب وزن الجسم والسعرات الحرارية المحسوبة. هناكل معاهم بيضة مسلوقة او 4 معالق فول عليهم بهارات زي الكمون، وممكن نحط عليهم زيت حار او زيت زيتون، وممكن كمان لاصحاب الاذواق براحتكم ممكن نضع عليهم عصرة ليمونة. ممكن غير البيض والفول يكون جبنة قريش او جبنة اللي هي بنقول عليها الجبنة الثلاجة او الجبنة الطازة اللي بتتعمل بالملفحة. غير كده كمان لازم يكون في الفطار طبق سلطة كبير جدا علشان يشبع وعلشان يعلي عندنا الحرق. ده مثال بسيط جدا لوجبة الفطار، لان في عندنا بدائل تانية كتير، زي مثلا طبق البليلة بالحليب او طبق الكورن فليكس بالحليب او طبق الشوفان بالحليب برضو. وجبة الغداء هتكون عبارة عن ايه؟ طبعا احنا لما اتكلمنا عن وجبة الفطار
لو جينا نحسب سعراتها الحرارية هنلاقيها تقريبا بتتراوح في حدود 400 سعر حراري. كذلك العشا لو جينا نحسب سعراته الحرارية هنلاقيها برضو في حدود 400 سعر حراري. طيب وجبة الغداء هتكون عبارة عن ايه ويا ترى سعراتها الحرارية هتتراوح في حدود ايه؟ وجبة الغداء ممكن تتراوح سعراتها في حدود 700 سعر حراري، يعني لو جينا نجمع 400 فطار و 400 غدا يبقى 800، مع ال 700 سعر حراري بتوع الغدا يبقى 1500 سعر حراري في اليوم، وده كويس جدا 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 واتمنى ان احنا ما نزودش عنه. وجبة الغدا هتكون عبارة عن ايه؟ وجبة الغدا هتكون عبارة عن طبعا البروتين بتاعنا زي اللحمة. لو حد فوق 100 كيلو هيتناول قطعة لحمة قد كف الايد. طيب لو في حد مثلا وزن اقل مثلا من 85 او 80 كيلو هياخد قطعة لحمة قد نص كف الايد. ايه تاني بديل البروتين غير اللحمة؟ عندنا الفراخ. طبعا لو في حد فوق 100 كيلو هياكل نص فرخة كاملة. لو حد 80 كيلو مثلا فيما اقل هيتناول ربع فرخة. بدائل البروتين التانية عندنا البيض، ممكن يتناوله في الغداء، ممكن الارانب، ممكن السمك طبعا، نص كيلو سمك في خلال وجبة الغداء. في عندنا التونة كمان مع السلطة طبعا موضوعة الزيت نتناولها في وجبة الغداء. طب ايه هي النشويات او الكربوهيدرات اللي ممكن نتناولها في الغداء؟ هيكون 4 معالق من حاجة واحدة من اللي هقول عليهم، طبعا مش كلهم مكتملين. 4 معالق رز او 4 معالق مكرونة او 4 معالق لسان عصفور، مع بالاضافة لطبق سلطة كبير او طبق خضار كبير. طبعا احنا لو بناكل لحمة او فراخ هناكل معاكم خضار، ومفيش مانع ابدا اننا ناكل سلطة كمان مع الخضار. طيب لو بناكل سمك اكيد هناكل معاه سلطة. تمام كده. وجبة العشاء هتكون متماثلة لوجبة الفطار. قبل النوم في نهاية الوجبات خالص هيكون طبق الزبادي الصغير، ويفضل لو عليه عصرة ليمون. مسموح لنا في فترة الأكل اللي هي في خلال 8 ساعات ناكل كل حاجة، خضار وفاكهة وكل الوجبات اللي احنا نفسنا فيها طبعا في حدود السعرات المسموحة. ليه بقول في حدود السعرات المسموحة؟ علشان مش عاوزين نزود سعرات كتير جدا ونحوشها لفترة الصيام، علشان الجسم لما بيحتاج سعرات ما ياخدش من اللي احنا محوشينها في خلال اليوم او في خلال 8 ساعات ويستفيد منهم في فترة الصيام 16 ساعة، يبقى احنا ما عملناش حاجة. احنا عاوزين نجوع الجسم بحيث ان هو في فترة الصيام ياخد من الدهون القديمة المتراكمة العنيدة اللي احنا مش قادرين نتخلص منها في الايام العادية. طيب فترة ال16 ساعة اللي احنا بنقول عليها فترة الصيام هيتم التعامل معاها ازاي وايه اللي احنا هنعمله في الفترة دي؟ لو طبعا في كتير جدا هيقولوا ان ال16 ساعة كتير جدا جدا ومش هنقدر ان احنا للأسف نصوم ال16 ساعة مرة واحدة. طبعا النظام مش اننا نصوم ال16 ساعة مرة واحدة، لا طبعا احنا بنصومه تدريجيا، يعني بنبتدي ب12 ساعة صيام، ثم 13 ساعة صيام، ثم 14 ساعة صيام، ثم 15 ساعة صيام، ثم 16 ساعة صيام كحد أقصى.
هنمشي على 12 ساعة صيام ثم 13 ثم 14 قد إيه ممكن نستغرق في النظام الواحد يومين ثلاثة، مفيش أي مشكلة خالص. هنبتدي بنظام ال 12 ساعة صيام. لو قلنا مثلا إن إحنا هنقلع تماما عن تناول الطعام الساعة 8 بالليل، يبقى إحنا بصينا في الساعة وعرفنا إن الساعة 8 خلاص، يبقى بكرة الساعة 8 نبتدي نفطر. تاني يوم أو ممكن نمارس نظام ال 12 ساعة يومين ورا بعض، وفي اليوم الثالث نبتدي في نظام ال 13 ساعة. طيب الساعة دي هنعملها ايه؟ يا إما لو احنا هنمتنع عن تناول الطعام الساعة 8 نخليها الساعة 7، او نقسم الساعة نص ساعة الصبح ونص ساعة اخر اليوم. بمعنى لو بنصوم من 8 ل 8 هنخليها من 8 ونص الصبح نتأخر شوية عن تناول الفطار، و 8 بالليل لما نمتنع عن الاكل هنخليها 7 ونص، وهكذا نص ساعة في الفطار نأخرها ونص ساعة في العشاء نقدمها شوية لغاية ما نوصل لمرحلة الثمان ساعات. وده هو نظام التلت والتلتين أو الثمان ساعات أكل وست ساعات صيام بكل بساطة. طبعا العلماء أطلقوا عليه اسم لين جينز. اللين جينز جايت معناه إيه؟ معناه زيادة العضلات وخسارة الدهون. وبكده نكون انهينا مع بعض نظام الصيام المتقطع، وأرجو انكم تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم على خير والى اللقاء.